إذا لتسليط الضوء على هذا الموضوع تنضم إلينا عبر سكايب من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني. دكتورة فاطمة مرحبا بكم. يعني لنبدأ من تقرير منظمة الهجرة الدولية تتحدث الإحصائيات أن العائدين إلى مناطق سهل نينوى 62% منهم بلا دخل ويعانون البطالة. أيضا هناك 48% يعانون من حالات إعاقة ناهيك عن الصدمات النفسية. دكتورة فاطمة، ما الذي تعكسه تلك الأرقام والإحصائيات؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام. يعني هذه الأرقام يعني واضحة وصريحة وتشير إلى مأساة كبيرة يتعرض لها النازحون، ابتداء من تهجيرهم القسري انتهاء بعودتهم القسرية. يعني ليس خافيا أن العوائل التي عادت إلى منازلها بلا مأوى، لا يوجد إعمار في هذه المناطق التي عانت من عمليات عسكرية وتدمير شامل لكل ما يعني مقومات الحياة الأساسية في هذه المناطق، إضافة إلى معاناة هؤلاء النازحين أصلا في مخيمات النزوح وافتقادهم أصلا إلى المقومات الأساسية للحياة، وتعرضهم أصلا خلال عملية نزوحهم القسرية أثناء العمليات العسكرية إلى إصابات عديدة، ابتداء من الإصابات الجسدية وانتهاء بالإصابات النفسية نتيجة الصدمة والترويع الذي حل بالسكان نتيجة القصف العشوائي والكبير واستخدام مختلف أنواع الأسلحة. يعني كل هذه في الحقيقة طوال فترة وجودهم في مخيمات النزوح لم يتم معالجتها ولم يتم تحسين وضع النازحين، انتهاء بإعادتهم قسريا إلى مناطق غير آمنة. ليست فقط افتقارهم إلى الدخل، ليست فقط افتقارهم إلى يعني مقومات الحياة الأساسية من ماء وكهرباء، ووصولا إلى حصولهم على مساعدات غذائية، خاصة وأنهم ليس لديهم أي دخل، فلا توجد حتى معونات اجتماعية ولم يتم حتى حسم ملفات الضمان الاجتماعي. انتهاء وهي أخطر نقطة، هي تعرضهم إلى الاعتقال مرة ثانية بعد عودتهم إلى مناطقهم. والحقيقة لدينا الكثير من التوثيقات التي تثبت أنه حتى الذين تم محاكمتهم على تهم نسبت إليهم وقضوا مدة محكوميتهم بعد عودتهم إلى مناطق تم اعتقالهم برة أخرى وتشديد العقوبة عليهم، مما يدل أن هناك ليست عودة آمنة لهؤلاء النازحين إلى مناطقهم. دكتورة فاطمة، لجنة الهجرة والمهجرين النيابية صرحت بأن العمل الحكومي على إعادة النازحين إلى مناطقهم الأصلية لا يزال غير مقنع، ولكن في هذا السياق وفي هذا الصدد لماذا هناك إصرار من قبل السلطات الحكومية على استعجال عودة النازحين والمهجرين؟ ما الذي تريده من وراء كل ذلك؟ يعني الحكومة أصبحت يعني في وضع محرج أمام المجتمع الدولي، وهناك ضغوط دولية من أجل غلق هذا الملف، خاصة وأن الدول الآن مشغولة بالكثير من المشاكل، وهي يعني كانت ملزمة بتقديم المساعدات لهؤلاء النازحين أثناء العمليات العسكرية، وهي ليست الآن لديها أي استعداد لتقديم أي معونات للنازحين، ولذلك هناك ضغط على حكومة السوداني أو من سبقها من الحكومات من أجل غلق هذه الملفات بأي طريقة كانت دون مراعاة لأن هناك يعني شروط يعني أو ضمانات آمنة لعودة آمنة للنازحين. كل هذا وضع حكومة السوداني في موضع حرج، ويجب أن ينفذ التعهدات التي والضغوط التي يتعرض لها من هذه الدول. لذلك يتم غلق هذه المخيمات بهذه الطريقة العشوائية وإعادتهم قسريا دون يعني أي يعني شروط أي ضمان لما قد يتعرضون له أو حماية لما قد يتعرضون له من أخطار بسبب هذه العملة. ولكن دكتورة فاطمة، وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق قدمت عرضا ادعت أنه يجسد عودة مهجري قرى الإسكندرية في ناحية جرف الصخر إلى مناطقهم،
كيف يمكن أن نفسر تصرف الوزيرة؟ هل هو تضليل للرأي العام مثلا، للخارج مثلا، بإعطاء صورة بأن حكومة السودان قد قامت بإرجاع البعض من مهجري جرف الصخر إلى مناطقهم؟ هل هي رسالة للخارج دكتورة؟ نعم بالتأكيد، يعني وزيرة الهجرة والمهجرين يعني هي جزء من هذا النظام الآن الذي يسيطر على مفاصل الدولة في العراق، والذي هو أهم سمة من سماته هو الفساد، ومن ضمنها هذا الفساد الإعلامي عن طريق تضليل الرأي العام بأن هناك نازحون تم إعادتهم إلى هذه المناطق، ومنها منطقة جرف الصخر، والتي نعرف جيدا أن قواعد الحرس الثوري وقواعد الميليشيات على رأسهم حزب الله تمنع عودة هذه الميليشيات، وليست لدى الحكومة أي سلطة على هذه المنطقة، بل أصبحت منطقة مغلقة لا نعرف ماذا فيها، ما المستوى الذي وصلت إليه هذه المنطقة من قواعد عسكرية وغيرها، وتواجد لأسلحة خطيرة يعني يتم استخدامها لترهيب المنطقة، فكيف يمكن لهذه المسؤولة وفي هذا المستوى على رأس أحدى الوزارات أن تقوم بهذا العمل الدعائي الفاضح، والذي يعني مع الأسف الشديد لا يفضح إلا هذه المسؤولة، لأننا نعرف جيدا أنه ليس لرئيس الجمهورية أو رئيس السلطة التنفيذية أو حتى هي لديها الحق في الدخول إلى هذه المناطق والاطلاع على هل هناك في الحقيقة ممكن عودة آمنة لهؤلاء النازحين. إضافة إلى ذلك، فكما تفضلتم في التقرير، فإن هذه العوائل التي تم إرجاعها هي ليست من سكان هذه المناطق، وهذا دليل على هو أن في هذا السياق. دكتورة تفضلتي بإشارة جيدة جدا أشكرك عليها، إعادة مهجرين مزيفين إلى قرى ناحية الإسكندرية بدلا من السكان الأصليين. مراقبون يتحدثون أن هذه الخطوة هي محاولة جديدة لتغيير ديموغرافي ولكن بثوب آخر، هل تتفقين مع هذا التخريج؟ بالتأكيد، يعني هذا الذي يصل من أنباء يؤكد يعني أن هناك محاولات بالحقيقة يعني أصبحت واقع الآن لإحلال سكان آخرين محل السكان الأصليين لهذه المناطق، ومعروف جيدا أن هذه هي خطة يعني مرحلة من مراحل التغيير الديموغرافي الذي يتم تنفيذه في هذه المناطق وبكافة السبل التي تلجأ إليها هذه الحكومة والميليشيات والأحزاب المتنفذة في العراق، ولذلك فعلى العكس فهي أثبتت أن عملية التغيير الديموغرافي في هذه المناطق موجودة ومستمرة. عبر سكاي من لندن مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب الدكتورة فاطمة العاني، شكرا جزيلا لكم.